مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. سلق اللحمة. نضع واحد باكيت شاي أخضر، وإذا غير متوفر شاي الأخضر ممكن نوضع أي نوع شاي أو معلقة صغيرة شاي نفي. قطعة من البصل، نص معلقة فلفل أسود، لحمة نصف كيلو لحمة حمراء، نتركهم يغلو تقريبا، أخذوا معي 15 دقيقة أو حسب نوع اللحم. هاي بنعمل صلصة البامية. نوضع كوب ماء، نص معلقة ملح أو معلقة حسب الرغبة، وواحد مكعب ماجي، نضربهم بالخلاط عشان مكعب الماجي يتجانس مع المية يدوب. نوضع تقريبا كيلو بندورة أو 5 حبات بندورة. الطماطم، نوضع معجون طماطم 200 غرام تقريبا، 1 كوب أو حسب تركيز المعجون. هيك اللحمة استوت. نرفع البصل وبنرفع باكيت الشاي. هو الشاي بيساعد على الاستواء وما بيعمل طعم في اللحمة، يعني لا تخافوا انه يعمل طعم باللحمة، هو بيساعد على الاستواء يعني سريع جدا. مثل ما انتم شايفين اللحمة دايبة دوب، فهو بيختصر الوقت كتير. هان البامية، بعد ما استوت اللحمة نوضع البامية وبنوضع الصلصة اللي عملناها. نغلق الوعاء تقريبا حسب نوع البامية. تقريبا اخذت معي 15 دقيقة على نار هادية. واذا كان البامية بتجيبوها جاهزة معلبة تكون جاهزة مستوية، يعني فقط نوضعها 3 دقائق إذا كانت جاهزة بعبوات زجاج مع مية. نعمل طشة البامية، نوضع قليل من الزيت، واحد رأس توم مهروس، نوضع ريحان طازج تقريبا 15 ورقة أو حسب الذوق، نقطعهم قطع صغيرة وبنقلب الطشة. هي سريعة طشة. بعد ما تستوي طشة نوضع صلصة من البامية في الطشة ونرجعها تاني. مثل ما انتم شايفين نوضع قليل من الصلصة على الطشة وبرجعها تاني في الوعاء. هيك صارت جاهزة. بخصوص البامية آخر الفيديو هشرح لكم كيف ممكن تخزنوا البامية لمدة سنة في المجمد، طريقة تخزين البامية آخر الفيديو. هي سريعة وطريقة كتير منيحة لتخزين البامية. هيك بنسكب. صحة وألف عافية. طريقة كتير سهلة، هي تقريبا الطريقة الفلسطينية هذه، في كل الناس بعملوها ممكن تكون مختلفة بس هذه الطريقة الفلسطينية كتير كتير روعة. هلا بنعمل تخزين، فرجيكم كيف تعملوا تخزين البامية. هي طريقة كتير كتير سهلة. بنجيب البامية وبننظفها وبنقطعها، بنجيب ماء مغلي ماء سخن، وبنوضع البامية
بالماء عند أول غلوة تقريبا تأخذ دقيقة. أول غلوة مثل ما أنتم شايفين نرفع البامية نضعها في الماء البارد ما يكون تلج، نضعها بالماء البارد عندما نشعر أنه بردت نضعها على قماش، على فوط قماش نظيفة تكون نتخلص من المية الزايدة. بعد ما نتخلص من المية الزايدة نضعها في عبوات بلاستيك ونضعها بالفريز، وهي ممكن تصمد لمدة سنة بالفريز، الفريز هو المجمد. بأمان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.